أنجزت الإدارة العامة للمرور أكثر من 888 ألف خدمة إلكترونيا خلال عام 2022 ضمن 35 خدمة في جميع المنصات المتوفرة عبر موقع الحكومة الإلكترونية وتطبيق الإدارة العامة للمرور. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرائد فايز أمين، رئيس شعبة الإعلام والنشر بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. أهلا بك في نشرة الثالثة. طبعا هناك إقبال كبير على الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمرور، طبعا هذا ما لاحظناه من خلال الأرقام المذكورة. كيف تقيم تجربة التحول الإلكتروني في الخدمات المرورية؟ نعم، مساء الخير عليكم أختي الكريمة وعلى جميع المشاهدين الكرام. أولا طبعا تماشيا مع التوجه والتحول الرقمي في مملكة البحرين وبناء على توجيهات سيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومتابعة مستمرة من سيدي سعادة مدير عام الإدارة العامة للمرور بتسهيل الإجراءات والخدمات المرورية وتقديمها بلا شك بأفضل جودة وصورة ممكنة. وصل عدد الخدمات المرورية الإلكترونية في جميع المنصات إلى 35 خدمة. نعم. وتم إنجاز أكثر من 888 ألف خدمة إلكترونية في العام 2022. طبعا هذه الخدمات تم إنجازها من خلال موقع الحكومة الإلكترونية وتطبيق المرور إي ترافيك، وأيضا خدمة مباشرة الحوادث البسيطة المتصالح عليها بلغت نسبة 80%، مما يدل على الإقبال واضح من الجمهور الكريم على خدمة التبليغ الإلكتروني ومدى سهولة الإجراءات. نعم، إذن إلى أي مدى يعني سيد فايز يعني أسهم هذا التحول الإلكتروني في تخفيف الضغط على مواقع العمل طبعا التابعة للإدارة العامة للمرور؟ نعم، طبعا اليوم أصبح القطاع الخاص شريك أساسي في المنظومة المرورية، وعلى سبيل المثال مراكز الفحص الفني الخارجية اللي سجلت أكثر من 166 ألف مركبة مختلفة التصنيف، منها مركبات ثقيلة ومركبات خفيفة ودراجات نارية. وطبعا هذا يعكس نجاح خصخصة هذه الخدمة اللي تنتشر حاليا في جميع المحافظات وبلغ عددها 8 مراكز خارجية، وراح تفتح أيضا مراكز عن قريب، وما زالت الإدارة تتلقى الطلبات لدراسة فتح المزيد من مراكز الفحص الفني الخارجية اللي هي بلا شك راح تسهل الخدمة أكثر على جميع المواطنين والمقيمين، وبلا شك أنها هي تحت إشراف الإدارة العامة للمرور. نعم، إذن الرائد فايز أمين رئيس شعبة الإعلام والنشر بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.